ديليه دفاع مدن النجف، وبالتحديد الى مصفى النجف الاشرف. حقيقه كان الحضور لاقامه مديريه الدفاع المدني بالتنسيق مع المصفى الممارسه اللي هي تجسد خطه الاسناد المتبادل ما بين المحافظات، وكانت تشترك فيها مديريه الدفاع مدن النجف وبابل وكربلاء. حمدا وشكرا لله، ممارسه ناجحه وتقييمها جيد ان شاء الله. شرفنا اليوم سيادة اللواء مدير العام لمديرية الدفاع المدني ممثلاً عن السيد وزير الداخلية في ممارستين مهمتين، الأولى ممارسة في مصفى النجف وأيضاً افتتاح هذا المركز المهم، وإن شاء الله سوف تكون لدينا عدد من المراكز الجديدة اللي تغطي مساحة النجف الأشرف وأيضا عدد كبير من الآليات. شكري وتقديري إلى السيد اللواء والأخ مدير الدفاع المدني على جهودهم الكبيرة تفاديا لخسارة في الأرواح وأيضا التفادي في الخسائر المادية. افتتح هذا اليوم مركز دفاع مدني قرية الغدير، هذا المركز باكورة المراكز لهذا العام إن شاء الله راح يتم افتتاح 11 مركز. الغاية من التوسع الأفقي في افتتاح المراكز هو الوصول لتحقيق المعيار العالمي في الوصول إلى حوادث الحريق مهما كان مسافتها وبعدها خلال 4 دقائق. الخطة مستمرة وإن شاء الله التوسع مستمر، راح نوصل للمواطنين نوعدهم بالوصول إليهم مهما كان المعوقات خلال السقف الزمني اللي هو 4 إلى 5 دقائق.